خليني في الأول قبل ما نخوض في الموضوع. طبعا لما بيكون في متكلم عادة بسأله شو الرب حاطط على قلبك، وانت على طول يعني ذكرت هذا الموضوع موضوع مكايد إبليس. شو السبب انه هذا الموضوع اللي اجى في فكرك؟ للأمانة حاسس بحروب على ناس كتيرة الأيام دي، والناس كلها بتسأل، فالناس مش يعني ناس متلخبطة. فمال أصلي من وقت ومن أول السنة دي وأنا مشغول بالقضية دي، وبقول له يا رب ساعدني أعمل كتيب في نفس العنوان ده، مكايد إبليس. وأنا للأمانة كتبت، يعني لسه ما طلعش لكن بكتب فيه. أنا كاتب حوالي 25 مكيدة لإبليس اللي هو بيستخدمهم معانا. طبعا يعني أنا لما ذكرت الكلام ده في مرات فالناس قالوا ده فيه ولا 500 مكيدة. فعلا ولا 500 مكيدة، وكل واحد عنده قصة من هذا الموضوع بالضبط. لكني مشغول بالقضية دي لأن شايف الحروب كتيرة جدا، حروب في البيوت. قد إيه بيوت منقسمة، قد إيه بيوت منقسمة. حروب في الكنايس، قد إيه كنايس منقسمة. الإنسان نفسه ممزق، ساقط، ضايع. فجزء كبير حروب إبليس، ففي مكايد كتيرة. فقلت يا رب ساعدني أفضحه على قد ما أقدر بأمانة، أفضح إبليس. فحتى أقول لكل واحد خد بالك دي مكيدة، خليك يقظ ليها. ده السبب يعني.